تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، الذي أعرب خلال الاتصال عن اعتزاز بلاده العميق بعلاقاتها التاريخية الوثيقة مع مصر. كما توجه رئيس الكونغو الديمقراطية بالشكر على الدعم اللوجستي الذي قدمته مصر لإجراء العملية الانتخابية في الكونغو، مؤكدا أن هذا الدعم يعكس الدور المصري المستمر في مساندة أشقائها الأفارقة. من جانبه توجه الرئيس السيسي بالتهنئة للرئيس الكونغولي على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، معربا عن حرص مصر على استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف الموضوعات والمجالات المشتركة بما يحقق مصالح الشعبين والقارة الإفريقية.